احنا نازحين من جبل شحشبو من قرية حور تريف حما الغربي. نزحنا وخذنا قطعة الأرض هاي من جيبنا الخاص 650 دولار ضمناها وسوينا بها مخيم. طبعا احنا طلعنا نزوح من هنا قصف طيران وراح الدور بنانا نهد الطيران احترقت المحاصيل الزراعية كلها ولا منظمة ساعدتنا لحد الآن. احتياجات أول مياه الشرب ودورات والصرف الصحي. يعني احنا 80 عيلة تقريبا هي ما عندنا 40 خيمة، كل اثنين ساكنين بخيمة يعني الأخ مع أخوه. وفرش المخيم، الفرش البحث شايف التراب والغبار وجاي نحن مجبين عشان الوضع ما قدر حد يقعد به يعني شايف التراب أحمر. يعني هذا أكثر احتياجاتنا حاليا كإسعافيات يعني. نزحنا من ريف شحشبة ومن قرية اسمها منير على جرية اسمها صلوة. فقعدنا بارض اهالي فما يعني تحملونا الجماعه ابو 10 15 يوم وبعدين قالوا لنا بدنا الارض لازمتنا. فجينا على ريف سرمده قرب سرمده تقريبا بشي 1 كيلو على طريق حارم ضمننا ارض خذيناها الدلمه ب 50,000. يعني هين حتى هين مطرح ما احنا قاعدين مستنقع ما يصير هين بالشتويه. يعني اذا ما صرنا صرف صحي وتعلت وانفرشت بحص وتعلت ما راح يمشي حالنا احنا هين خالص. يعني بالشتويه بدنا الغرض، اهم شيء الخبز، المي، الصرف الصحي، تواليتات، مدرسة للأولاد مشان يتعلموا، لأن الولد إذا ما تعلم هالفترة هاي بده يطلع منحرف يعني كثير مو شوي. يعني رحت على كل المنظمات يعني اللي بالمنطقة هاي فيوعدون نعاود بعد فترة عليهم وإنهم كأن ما إحنا رايحين لعندهم خالص. يسألون أنتم منين، ما استجابت لنا أي منظمة حتى الآن، صار لنا هنا شهر ونص ما استجابت لنا أي منظمة.